السلام عليكم. عليكم ابو عبد الله، شلونك حبيبي؟ جاسم شلونك؟ شلونك زين؟ صحتك الله يحفظك. الله يسلمك حبيبي. شلون امورك؟ تعبت يلا لقيت مكانك. رحم الله والديك حبيبي. جيت مقصوده على الفسنجون. خادم ربك. رحم الله والديك. تذوقني اول مره قبل لا تشرح لي؟ ان شاء الله. يلا. هذا هذا الفسنجون. نذوق الفسنجون. يخبل بس احس طعمها دبس وراشي. خلينا نسال ابو عبد الله شنو مقاديرها. ابو عبودي حبيبي، والله اكله الفسنجون اكله عراقيه. احكي لي على تاريخها اول مره. اكله عراقيه قديمه اكثر من 100 سنه. احنا زاولنا العمل بها بمطعمنا صار له تقريبا 25 سنه. نعم. ترتاد اليها الزبائن ويطلبوها يعني بالمطعم. اكثر شيء العراقيين يحبونها. العراقيين. نعم. واكو من يعني زوار ايرانيين هنود ياكلون هاي. زين، هي مطعونه الهويه الفسنجون. ناس تقول ايراني، إيه ناس تقول هندي، صح. ناس تقول تركي. ما يعني لحد الان كل من يطي عنها في التاريخ وفد فترة طويلة لها، بس هي قديمة الأصل. بس أنا قارئ عنها هي عراقية بعد. عراق. زين. نعم. تيجي مكوناتها. مقاديرها. مقاديرها. نعم. حب الرمان إحنا نشتغله. حب الرمان أنا شفته مجفف. إيه هذا حب الرمان. نسوي طبعاً ينطبخ، يتنقع، يتنظف، ينطبخ. نعم. ويصير عصير. نعم. العصير أنا خالده بالسراحيات هذا مبين. ولب الجوز. لب الجوز. هيل. المي وريد. وعصير عصير الرمان هذا الموجود. دبس الرمان. دبس الرمان. نعم. هذا شيء قليل، اذا نشتغله بس دبس الرمان يصير مو ذيك مروره تصير بيها. نعم. احسنت. فتدخل وياها تمر هند؟ تمر هند لا ما ندخل وياها. هذا شكر. هو هذا نفسه دبس الرمان. هو هذا دبس ال شو اسمه حب الرمان. حب الرمان. نعم. ونطلع نسوي عصير، لازم حب الرمان اليابس. نعم. واكو نوعيتين، منه الاسود ومنه الاشقر. انت شنو تستعمله؟ الخبطه. نخبط ال زين وياها دجاج وياها لحم. على الدجاج، على الفسيفيس، على اللحم، حتى على السمك. اكثر شيء اكثر شيء شنو هي؟ اكثر ماشي يعني على الدجاج. ها على الدجاج. على الدجاج يعني بدون لحم تصير؟ بدون لحم. لا على الدجاج. الدجاج حلوه تخبط يتقلى. نعم. ويتبل بيها على نار هادئه. يعني اليوم اخلي هسه اروح من البيت اللي ما اتعلمت من ابو عبد الله اكله الفسنجون اللي هي اول مره اخلي البصل. مو؟ لا بصل لا. بدون بصل. بدون بصل. اخلي الدجاج؟ لا اول مره يسلق طبعا الدجاج. نعم. نص سلقه ويتقلى. شيل الزفره مالته. ايه ها. نعم. يتقلى ورق الغار هيل عديل اذا هاي. نعم. المواد. بعدين يصفى عصير الرمان ينضاف بالقدر الى ان يفور. ويا الدجاج؟ ويا الدجاج. نعم. يتجانس. نعم. عصير الرمان من. نعم. يتجانس يصير عن طبقه ثخينه. نعم. لان هو تتبيل به. نعم. يضاف الى الجوز، يضاف الى الهيل، يضاف الى السكر اذا السكر يعني ضروري. مو ضروري. اكو ناس على الملح والحامض، اكو ناس لا لازم حامض حلو. نعم. يرغبوا له. نعم. نعم. وش اسمه الجوز تريده بخشونه، تريده لا وسط او ناعم يصير ماكو اشكال. نعم. مقاديرها مثلا الكيل وين عصير حب الرمان. أي. كيلو لازم لب جوز. ها كيلو لازم لب جوز. وكيلو وين عصير الرمان؟ عصير. والراشي الراشي يعني اذا ضروري الراشي ضروري شوي للتدخين. هذا التفخيم ويعطي طعم زين. شفت المدقه هاي مال هون هاي شنو؟ هاي مثلا احنا قبل كنا نستخدمها للجوز. انا احكي لك قبل لا تحكي لي للجوز. هسه تشتغل طبق طاحونه. احنا انا اشتغل كله على القديم. مطعمك هسه؟ اي اشتغل بالمدقه بعد بالمدقه. اي لازم هاي نشتغل بها. حلو. الهيل لازم بيخشونه الجوز الهيل الريده يعني قصدي اثناء الطبخ. اي لازم. اي لازم. هاي طبعا اكثر الاكلات الافريقيه والاسيويه هو بالطبخ يكون ياخذون عصاره اللحم والدجاج والخضار بالمدقه. نعم. احنا عندنا هذه قديمه ولحد الان هي اكثر الاطباق الاسيويه يستعملون المدقه لحد هذا الوقت. صح. نعم. ابو عبد الله شنو يمنك وياها هذه؟ يعني التمن ويا الخبز اذا تريده ويا. نعم. التمن بس اكثر شيء ويا التمن هنا احنا ويا التمن. اي هاي الزبائن ياكلوا ويا التمن يرغبون. مرغوبه عندك؟ مرغوبه وحتى اسعارها يعني اغلى من باقي الفسنجون. ليش اذا يبيها دجاج بعد مو بيها موادها شوي غاليه. الجوز والدجاج وهذا حب الرمان وهذا يعني كل موادها هي تدري السوق شوي ارتفاع بهاي الاسعار. نعم. اي فيصير سعرها اغلى يعني من باقي الاكلات مثل التمن والمره الدجاج. لا اكو فد موضوع يجوز اكثر ربات البيوت ما يطبخوها بالبيت. ما يطبخوها خب اكيد يعني شوي صعبه مثل الدولمه عندنا ببغداد. لا تنسى الدولمه والله هم يشوفون بها صعوبة. لا بها صعوبة. اي هاي شوية صعبة ما شاء الله صار على السهولة وما يضبطوها يعني بالبيوت. اكثر شيء احنا نجهز سفر.
انا سالت عنك قلت لهم وين الفسنجون؟ قالوا عند ابو عبد الله بكربلاء. نجهز سبع اجيت خصوصا صح لهذا المحل. رحم الله والديك. نعم.